غلقوا المرافعات 30/10 وحددوا موعد النطق بالقرار 13/11 واكو طلب واحد 13/11 بسابقة خطيرة يفتحون باب المرافعة مرت اللخ ويلقى الليث ويجي ليث يطلب طلب جديد يقول أطلب إنهاء عضوية محمد الحلبوسي تغلق المرافعة ويصدر قرار ثاني يوم فما كنت متوقعها الأخرى ما كنت مستغربها ما متوقع يجي من المحكمة هيج قرار ما كنت مستغرب خروجي من الموقع ممكن شرحت لك صحيح طيب بس ما أقول غير وجتني رسالة من صديق أي. قال ما أدري أهنيك ما أدري أعزيك صديق سياسي يعني أو صديق جيش لا لا صديق يعني أوده وصار فترة أنا ما متشافين فهو يقول إنه هذا جهاد فقال ما أعرف أهنيك ما أعرف أعزيك وجتني هذا ذكرتها هسه وأنا أحكي جتني رسالة من شامت شامت إيه رجعت بلوك شامت بأنه خرجت من المنصب إيه كان ينتظر أمنية حياته إنه يشوفك خارج المنصب. لا مو يشوفني خارج إنه يدز لي رسالة زين هذا الموقف ما شعرت بيه بالخذلان لا أبداً. أبداً منتظرها من اتصال لا عفوا زين